متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن التوقعات الجوية المتوقعة لعموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال عطلات نهاية الأسبوع. المحاور الرئيسية لهذه النشرة ستكون حول الطقس المغبر على الليث وأيضا عموم منطقة سواحل جنوب البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا استمرار الطقس الحار في أغلب المناطق، وأيضا هناك فرصة لزخات من المطر على المرتفعات الجنوبية الغربية. أنتقل الآن لصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح انتشار لبعض الغيوم العالية في المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء أيضا وامتدادا حتى منطقة الرياض، ومنطقة الربع الخالي عبارة عن غيوم عالية كانت بدون فعالية بينما ساد طقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن إلى توزيع أو خرائط توزيع درجات الحرارة أو خرائط توزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة. يلاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، حيث يسود طقس مرهق في تلك المناطق خلال ساعات النهار بينما يكون حار في ساعات الليل. درجات الحرارة تكون أكثر اعتدالا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية بينما يكون الطقس شديد الحرارة في منطقة تهامة مكة ويكون الطقس حار في المنطقة الشمالية. ننتقل الآن لخرائط توزيع هبات الرياح من الخميس إلى يوم السبت أي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الشمالية الغربية الموسمية في السواحل الجنوبية للبحر الأحمر الممتدة من منطقة الليث وحتى منطقة جازان. تنشط هذه الرياح خلال ساعات الظهيرة والعصر تعمل على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. ننتقل الآن توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس هائم جزئي بغيوم عالية بدون فعالية مع 33 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية أيضا للعاصمة الرياض لكن خلال 3 أيام القادمة. يوم الخميس 44 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 33، نفس الحرارة يوم الجمعة حوالي 44 إلى 32، تنخفض قليلا يوم السبت مع 43 إلى 33، لكن يسود طقس مغبر نوعا ما أو بعض الغبار الخفيف يومي الجمعة والسبت بسبب عودة نشاط رياح البوارح للمنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى. في نهاية نشرتنا نستعرض هذا الفيديو حيث تعرضت بعض مناطق أرمينيا يوم أمس لعواصف رعدية شديدة ترافقت بتساقط كثيف للبرد تسببت بإغلاق العديد من الطرق وعزل بعض المناطق. هذا الفيديو يستعرض جانبا من عملية إعادة فتح الطرق وإزالة أكوام البرد. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.